كنت عايش بره مصر، وكنت بفكر اعمل الموضوع دوت بس بره مصر، يعني اعمله من بره مصر واجيبه بعدين مصر. وبعدين اتكلمت انا وصديقي سيد المنشاوي وفكرنا ودبرنا ان احنا نصنع العربية ديت بأجود الخامات هنا في مصر، وبالفعل لقينا خامات كويسة جدا في مصر وصنعنا زي ما انتم شايفين المنتج. الحمد لله هو كله مصري، كل حاجة فيه مصري، الايد العاملة مصرية، فيه كل الفينش فيه مصري، الموتور بس هو اللي بس موتور ياباني. ده ان انا عندي اشكال تانية برضو غير الشكل دوت، شكل مختلف تماما. ده هيكون برضو من تطورات، وفي كمان ان شاء الله ده اللي احنا بدأنا فيه يعني وشغالين اوريدي فيه، ان احنا نعمل العربية دي بتمشي على البر كمان، بحيث ان هي تبقى الفكرة كاملة يعني ان شاء الله.